غزالة ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اش نقول لكم، جاوني بزاف ديال التعليق صراحه اللي فرحوني، كيقول لك اختي فين هاد الغيبه، غير شاركي معنا وصفاتك جديده، ديري لنا شي حاجه جديده، رمضان جا ما يمكنش ما نشوفوش الشهيوات ديالك. صراحه جاوني حتى لي ميساج بزاف في الانستغرام، البنات اللي دخلوا عندي في الانستا. اش نقول لكم، شكرا بزاف بزاف للي خطيكم فلي هذا. حبيت نشارك معكم واحد الوصفه، ولكن قبل ما نصاوب معكم هاد الغديوه الخفيفه الظريفه، غنقول لكم ما تديوش ليا على المونتاج، لان شفتوا الفيديوهات كيف كانوا من قبل وكيف غادي يوليو دابا. علاش؟ لان عندي شي تكركيبه مقاده في الدار، يعني ملاهيه، كعرفتوا تحولت من دار لدار وما ساهلش انك ديري كلشي بدقه وحده، حنا غادي بشويه بشويه حتى يسهل مولانا. المهم البنات، قبل ما نشارك معكم الطريقه ديال هاد الغداء هادي ديال لي بات ماريني بالسوجا، كيجيو بلا صوص بلونش وبلا شاركوتري، كتجي واعره، وبفخيدة الدجاج كيجي بواحد لا مارينات فنين فنين بزاف، دسا خفيف ظريف، ماشي شي حاجه. غادي نقول لكم، اجيو تشوفوا معايا بعدا كوزينتي حالتها كيفاش كانت وكيفاش غتولي. دابا غنوريها معكم كيفاش دايره، باش تعرفوا الصعوبه اللي كنلقى لا في المونتاج ولا في لي بلا، يعني باقي بزاف ديال المعان اللي ما عنديش، وعندي نقص بزاف 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 في الكوزينه. وهنا كي كتلاحظوا البنات، راه هذه هي الدخله دابا ديال الكوزينه حاليا، شوفوا معايا كيف دايره. يعني هنا راه ما كانش عندي هذا البوطاج، غير بان لكم شويه ديال الفرق هي ديال اللون ديال الرخامه، لان هذه ما كانتش، كانت عندي هذا البوطه هذه اللي كامله هكا هي اللي كانت عندي هنايا. الوغ عند بغيت نزيد هذه الرخامه باش نطول تجيني الكوزينه زعما شويه كبيره. وهنايا عند زدت عاوتاني هذاك الجنب باش كيطلع، لان غادي يجيو ان شاء الله صحاب الكوزينه باش يلصقوا ليا الخشب. يعني عطانا القياس وعطانا كل شيء، كي كتلاحظوا الكوزينه ديالي راها حالتها ومرونه، وهكا راه صافا ميو، زعما راه شي شويه. كي كتشوفوا كذلك عندي هنا البوطاجير الاخر اللي فيه حاطه فيه الفرانكاستري والميكرووند، والمهم حيت ما عنديش فين نحط هاد البلاصه، عندي غير هاد الرخامه جات ان وما عنديش فين نحط، تبدا ما عنديش لي سباس. وتا داك القنت الاخر اللي فاضي راه كان عندي خاوي هنا، عطيني كاين واحد البلاكار هنا هي حاطه فوق منه، يعني هي حاطه فوق منه مستفى لي بواط وداكشي. وصافي هنا كي كتلاحظوا الجنب الاخر فين كاين عندي البالكو جات على هذا الشكل هذا، يعني ما عنديش فين نحط. فلهذا داكشي ما كنديرش معكم مواصفات بزاف بزاف، ولكن اليوم قلت علاش من انسيستيتيو، يعني غنقول لكم قبلوا على ما وجد، وغادي نمشيو ان شاء الله باش نوجدوا الغديوه ديال هاد النهار خفيفه ظريفه. و يلاه معنا. اول حاجه كي كتلاحظوا هنا راني خديت الفخيدات، المهم كانوا كان عندي كونجولي الفخيدات ديالي مغسولين ناضيين. هنا غنحتاج الملحه والبزار في الفلفله الحمراء. هاد العطريه هادي راه كاينه في ايطالي، مخلطه كتكون بالاعشاب مخلطه. هنا عندي العطريه ديال الحوت اللي غنحتاجها، وهنا كذلك زيدوا فصيص ديال الثوم، نسيت ما قلتها لكمش. وهنا غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الحار اللي بغاها، فهي كتبقى اختياريه. كذلك معلقه صغيره عامره ديال الموطارد، وغنحتاج السوجا، غنحتاج هاد لاصوص ديال الجيريان الا ما بغيتوهاش، فهي كتبقى اختياريه. راه الموطارد والسوجا فقط هي لا مارينيد الاساسيه، فغير هاد الجوج هادو راكي تقدر تستغني على كل شيء. فصافي هنا البنات غادي نحاول ندير كل شيء في المول اللي غادي نصاوب فيه. غادي نضيف كل شيء كي كتلاحظوا. وصافي هنايا غادي نزيد عليها شويه ديال الخل في الاخر، واما الحامض، فإلا ما عندكمش الخل ديروا الحامض، ولا ما كاينش الحامض ديروا الخل. وهنا كي غتلاحظوا صافي ضفت لاموطاغ، ضفت لاصوص الصوجة تقريبا جوج معلقات، غنضيف حتى لاصوص الاخرى الحاره، وغادي نخلط كل شيء يعني هكا بالنواشف مع فقط شويه الحامض حتى ندخلهم العطريه كي غادي تلاحظوا معايا في الفيديو. وصافي هنا غادي نحاول انا نجنس جميع الخلاط باش يكون عندي خلاط واحد. وهنا غادي نشد الفخيدات ديال الدجاج ديالي، نحاول ما امكن نثقبهم مزيان مزيان بالمتكه اولا بسميتو بالموس اللي كان عندكم. ف
فصافي هنايا من بعد ما درت العمليه لكاع الفخيضات ديال الدجاج، هنا يمكن لكم نفس الطريقه في نفس لامارينات يمكن ديروها للستيك ديال الدجاج اولا الجنيوحات اولا الفخيطات اولا داك الفوق ديال الدجاج، هما كيجيو زوينين البنات. وهكا كتستغنوا على انكم تشعلوا الفران اولا تقليهم اولا حتى شي حاجه، هاد الطريقه كيجيو معلكين وكيجيو لذاذ 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 بزاف البنات، وكيجيو محمرين غزنان بواحد لاصوص ديالهم عاقده كيف ما شفتوا في الاول، وغادي تشوفوا كذلك في الاخر ديال لا فيديو. فصافي هنايا غادي نحاول نشرب منهم كاملين. كتقولي يا بنتي ماما راك نسيتي وحده، هنا غنحاول انني ندخل فيهم شرموله كاملين كي كتلاحظوا. هنا يمكن لكم تبيتوهم وتخليهم حتى الغدا، وكذلك يمكن لكم ديروهم حتى لدابا، لان ديك الطريقه باش كتقبوا بهم الفخيضات فهكا كتدخلهم شرموله كيطيبوا كيجيو زبده وكيجيو روعه 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 البنات، اكيد غتجربوهم وغادي يعجبوكم. فصافي هنايا من بعد ما استفتهم خديت المقيله ديالي، هذيك لا مارينات اللي بقات زدت عليها تقريبا ربع كاس ديال الماء، حاولت نخلطهم مع داك لاصوص اللي بقات ليا وضفتهم عليهم. وهنا خديت جوج معلقات كبار ديال الزبده اللي غادي نضيفهم منهم، وهنا غادي نغطي الطنجره ديالي وغادي نخليها على عافيه مهيله، واخا راه ما كتاخذش الوقت بزاف ودغيا كيطيبوا كيجيو زبده. وهنا غادي ندوزو باش نديرو لي بات ديالنا. هنا تقريبا غادي ناخذ ندير فقط حنا بين 4 ديال الاشخاص، غادي غندير هي 200 غرام لان غادي يكون ماشي بلا كبير، يعني غير باش يجي كل شويه شويه من حاجه غندير تقريبا 200 غرام ديال لي بات. هنا جميع اي نوع ديال لي بات، داكشي كيبقى لكم اختياري. بالنسبه للاصوص انا احتاجت فيه هنا لا كريم شونتي ديال الطبخ، هنا مكتوبه ديال الطبخ والحلويات بجوج، غنحتاج كذلك الملحه البزار الثومه غبره وطريف كبير ديال الزبده، وكذلك لاصوص اللي هي ضروريه ضروريه منها، والفرماج في الاخر اكيد اللي غتحتاجو غابيل تزين واللوغو. هنا خديت هذاك السالامينو كيسميوه هنايا بيبيروني في المغرب، قطعته طريفات صغار هكا كي كتشوفوا. عندي لا شاركوتري ميكست حتى هي كناخذها هكا بالعبار في لي سوبر مارشي، قطعتها حتى هي طريفات صغيورين كي كتلاحظوا. صافي لي بات ديالي درتهم يتسلقوا، هنا غادي ندير لا شاركوتري ضروري هاد الطريقه البنات، اش كتجيكم زوينه كيجيو معلكين بحال شكل المطاعم كيجيو مدغمرين وفنين، اكيد غذوقوهم وغادي يعجبوكم بزاف بزاف. فصافي هنا ضفت لهم غير الزبده فقط، بقى ما دات لا ملحه لا حتى شي حاجه، حتى كياخذ واحد اللون هذاك لا شاركوتري يعني بحال اللي كيتسق غير وشي شويه. وصافي غادي نمشي نزيد عليهم لاصوص سوجا ولاصوص ديال لا كريم فريش، واكيد شفتوا الفخيضات ديالي كي كيجيو داك الضغميره ديالهم زوينه. والبنات هي القياس اللي عطيتكم راه ما زدت فيه لا ما لا حتى شي حاجه، يعني طابوا في هذيك المريقه ديالهم فقط. وهنا كي كتلاحظوا فانا تقريبا درت هي 250 اولا 200 مليلتر ديال لا كريم فريش اللي ضفت لها من بعد الملحه والبزار والثومه غبره، وكذلك معلقه كبيره اولا معلقه ونص ديال لاصوص ديال السوجا، وغادي نخليها حتى تغلي وغادي نمشي نوجد الطبله دغيا دغيا باش نرجع نكمل الباقي ديال الغداء ديالي. وهنايا مشيت نوجد غير الطبيله متواضعه، صراحه كيعجبوني هاد التويشيات هكا، كتعجبني الطبيله تكون منظمه واخا على قد الحال. كي قلت لكم انا راه باقا ما كملتش داري 100% يعني المهم كنحاول انني نشيك شي شويه على حالي باش نحسو براسنا راه الدار عامره علينا. وصافي هنا خليت من بعد بنتي كتكمل في التوجات، جيت صوبت لهم هاد اللي فخيت هادو اللي خديتها انا بالقشره ديالها، فقط غسلتها مزيان مزيان وقطعتها على هذا الشكل هذا الدويورات، درت لها العطريه ديال الحوت اللي وريتكم ديما مع شويه ديال الملحه وصافي درتهم يتقلاو. وهنا بالنسبه للديسير خديت الفخيز ديالي اللي قطعته غير طريفات صغار صغار صغار، درت له تقريبا معلقه كبيره ديال السكر سنيده وجو ديال سيترون، وصافي هنا قطعت شويه ديال التفاح وشويه ديال لورانج، وحنا واجدين ناضيين يعني داكشي خفيف ظريف. والمونتاج كنقول لكم البنات ما تديوليش على المونتاج ما تعقبوليش، المهم نتوما طلبتوا مني وانا ما بغيتش نخيبكم، يعني حاولت انني ندير معكم داكشي اللي كنديرو في داري وتشوفوا معايا، يعني باقا عندي نقص بزاف ديال الحوايج ولكن الحمد لله. المهم بالنسبه لي بات جاوني من بعد ما صفيتهم وزتهم في لا كريم شانتي في لاصوص عفوا ديال لا كريم، غادي نضيف عليها شويه ديال المعدنوس والزعتر وشويه ديال الفرماج ساندويتش،
كذلك الموتزاريلا اولا فخوماج احمر، وعند غنرجعهم يغليو واحد الغليه ديال 5 ديال الدقائق باش يزيدوا يتقرم يدغمروا ويشدوا هذاك اللوغو ديال لاصوص ديالهم، وصافي ديك الساعات عند غادي نحطهم باش نكمل المونتاج ديال لو بلا ديالي. المهم هنا البنات نتمنى لا فيديو صراحه يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، قولوا لي واش هذا الفيديو عجبكم قنعكم ولا لا. بالنسبه للاخوات اللي وجدوني كيقول لي البنات كيسولوني شنو وجدتي في رمضان، باقي ما شفنا حتى شي حاجه. كنقول لكم البنات والله العظيم باقا ما صابت حتى شي حاجه، والحمد لله يعني ماشي على شي ماشي على شي حاجه، لكن فريمون دوزت واحد المرضى والحمد لله على كل حال ماشي مشكل. تنحس براسي شي شويه، وديك الساعات اللي شاركتها غادي نحطها معكم، ما غاديش نبخل عليكم، فقط ما عليكم غير تقبلوا على داكشي اللي كنحطو وصافي الغزالات. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش كيف ديما بلي لايك تعاليق ديالكم، تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء والاصحاب ديالكم. ونقول لكم البنات الغداء ديالي ديال هاد النهار وهذا، وقبلوا على ما وجد، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف. واخا من جيت نصور لقيتهم كلشي فيه الجوع، كلشي بدا الوغ شتي تصويره غير نص ونص. ونقول لكم بوسه كبيره لكم ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله يا ربي.